القراءة التحليلية من الجانب السياسي. ينضم أيانا المحلل السياسي السيد فؤاد اللحام. صباح الخير أستاذ فؤاد. صباح الخير لكل المشاهدين. يصبحك بكل الخير. يعني نبدأ بالأحداث الأخيرة على الجبهة الشمالية والحديث عن تصاعد الوتيرة والرد من قبل حزب الله، لكن كيف يقرأ المقترح الإسرائيلي لصفقة التبادل في ظل تصاعد وتيرة الهجوم في الشمال أستاذ فؤاد؟ يعني إذا أنت بتقصد المقترح اللي قالوا عن نتنياهو بدأ يقرأه أو بدأ يعرضه خلال كلمته في الجمعية العمومية، هذا مش مقترح تبادل، هذا مقترح استسلام على غزة. فبالتالي هو معروف وبعرف نتنياهو أنه هو راح يكون مرفوض من أساسه، ولكن هي عمليات دعائية ليس إلا عبر منبر الأمم المتحدة. فبالتالي يعني لا يمكن الحديث عن مقترح إسرائيلي جديد لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، لأنه بكل بساطة ما اقترحه نتنياهو هو تأمين ممر آمن بين قوسين طبعا ليحيى السنوار للخروج مع من غزة ومن يريد، وتسليم السلاح. يعني بمعنى مقترح استسلامه، هو يدرك تماما بأن هذا المقترح يولد ميتا، وهو موجه بالأساس للجمهور الإسرائيلي وللرأي العام العالمي، وليس موجها حقيقة للمقاومة الفلسطينية أو لحماس أو للوسطاء أو مطروحا للتداول بشكل جدي. طيب أستاذ فؤاد، مجموعة من المسؤولين الأمريكيين بيتوقعوا تصعيد كبير بين إسرائيل وحزب الله خلال الأيام المقبلة، هل هذا التوقع ينذر بأن هناك سيكون حرب شاملة أوسع وأكبر من ما كان الحديث عنه مؤخرا في الأيام الماضية؟ شوف التجربة مع أمريكا، اليوم أمريكا في صلب التفاصيل، لا يمكن يعني حين تقول الولايات المتحدة بأننا نتوقع، هي عمليا تقول بأننا قررنا. معركة لبنان تحديدا ومعركة الإقليمية هي معركة أمريكية بأدوات إسرائيلية، قرارها أمريكي، وسائلها أمريكية، تنفيذها أمريكي، كل تطوراتها أمريكية. حين تقول أمريكا بأننا نتوقع تصعيدا خلال الأيام القادمة كبيرا، هي تقول بأننا قررنا بأنه سيكون هناك تصعيدا في العدوان الإسرائيلي على لبنان في الأيام القادمة. هذا من حيث المبدأ. لكن حتى هذه اللحظة طرفي الصراع إذا جاز التعبير، إسرائيل وحزب الله، يتجنبان على الأقل استخدام مصطلح الحرب الشاملة. لا زال الطرفان يتحدثان عن ردود. حزب الله اليوم حين قصف حيفا وكريات بيالك وكريوت ومعظم مناطق شمال فلسطين المحتلة، قال بأن هذا رد أولي على جرائم الاحتلال في يوم الثلاثاء والأربعاء بمعنى تفجير أجهزة اللاسلكي وأجهزة البيجر. لم يستخدم مصطلح الحرب. لحتى هذه اللحظة الطرفين بنظروا للمسألة بأنها جولة مفاوضات صاخبة بالنار أو بوتائر عالية من النار، لكن الطرفين بتجنبوا استخدام مصطلح الحرب الشاملة أو الحرب أو إعلان الحرب. لكن هذا الأمر يعني يحمل في طياته مخاطر التدحرج السريع أيضا، بمعنى أن الطرفين بيقامروا بكل ما هو لديهم. لا زالت حتى هذه اللحظة رغم عنف وارتفاع وتائر النار من الجانب الإسرائيلي أو من جانب حزب الله، لا زالت الأمور منضبطة ضمن سقف عدم الانجرار إلى حرب واسعة أو حرب إقليمية أو حرب شاملة. إسرائيل تريد أن تضغط على حزب الله من خلال هذه الضربات كي يقبل بالمقترح الأمريكي الخاص بلبنان ويفصل جبهة لبنان عن جبهة غزة. حزب الله أعلن مصراحة على لسان أمينه العام بأن جبهة لبنان وجبهة غزة لا يمكن فصلهما، ولا يمكن وقف إطلاق النار وعودة المستوطنين إلى مستوطناتهم في شمال فلسطين المحتلة دون اتفاق ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. بمعنى هنا العقدة، هنا الاستعصاء. لذلك يحاول نتنياهو وتحاول إسرائيل عبر رفع تدريجي لوتائر النار الضغط على حزب الله على وعسى أن يقبل. هذه المعادلة كيف إلى متى ستصمد وإلى متى ستبقى مضبوطة، وإلى أي حد يمكن أن تسيطر الطرفين على قواعد هذه اللعبة الجديدة، هذا ستكشفه الأيام القادمة. لكن حتى هذه اللحظة الطرفين بتحدثوا عن ردود وردود مضادة، وليس عن حرب شاملة تغير قواعد اللعبة بشكل تام الموجودة في جنوب لبنان. طيب أستاذ فؤاد، يعني بالأحداث الأخيرة إبلاغ جميع الوزراء بإلغاء جلسة للمجلس الوزاري المصغر اللي كانت مقرر يوم تبديله باجتماع للحكومة بشكل كامل بعد قصف حزب الله اللي وصل لأول مرة من 7 أكتوبر حيفا وعكا، كيف يبدو المشهد حاليا من داخل الحكومة؟
الإسرائيلية. هذا قرار يعني يحمل في طياته بعض الخطر. ليش؟ علينا لها احتمالين ما لهنش ثالث. إما أن الحكومة أن نتنياهو قرر إطلاع أعضاء الحكومة بشكل عام على مجريات الأمور، أو أن إسرائيل قررت إعلان الحرب. لأن صاحبة الصلاحية والولاية الوحيدة القادرة التي يحق لها في القانون الإسرائيلي إعلان حالة حرب هي الحكومة الموسعة وليس الكابينيت. يعني الكابينيت لوحده لا يمكن قانونا أن يعلن الحرب. يمكن للكابينيت أن يعلن عن بداية عملية عسكرية، أو جولة من التصعيد، أو عملية قصف هنا أو هناك. لكن إعلان حالة الحرب على لبنان أو على أي دولة أخرى في المنطقة، في إسرائيل من يحددها هذه هي الحكومة، والحكومة الموسعة فقط. من هنا لربما يكون هذه دلالات أو مؤشرات على إمكانية أن تقدم إسرائيل على إعلان حرب، أو أنه يعني إذا افترضنا حسن النية وفرضنا أن الأمور لن تذهب إلى الحرب على الأقل خلال الأيام القليلة القادمة، يريد نتنياهو إطلاع الحكومة بمجملها أو بكامل تشكيلاتها على المجريات الأمنية. هذه الأمور ستتضح خلال الساعات القادمة. على ماذا يدل أستاذ فؤاد توسع دائرة القصف من قبل حزب الله وصولا لعكا وحيفا وتغيير كافة قواعد الحرب؟ أولا هذا له دلالة مهمة أن حزب الله يحاول استعادة أو التقاط أنفاسه وإعادة ترميم ما خسره في الضربتين التفجيرين الكبيرين لأجهزة اللاسلكي والبيجر وسد الفجوات في السلسلة القيادية. لنعترف وهذا ما اعترف به أيضا السيد حسن نصر الله، حزب الله تلقى ضربة وضربة قوية. والضربة الأخيرة أيضا باغتيال قيادات الرضوان واغتيال تقريبا 20 قيادي في حزب الله هي أيضا ضربة قوية. هذه الضربة وضعت حزب الله أمام احتمالين. الاحتمال الأول أن يعيد ترميم ذاته في ظل الهدوء وهدوء وبروية، وهذا غير متوفر، هذا طرف غير متوفر، لأن إسرائيل لن تتيح له الوقت والهدوء المطلوب لإعادة ترميم وترميم سلسلته القيادية. احتمال آخر ويبدو أن حزب الله لجأ إلى هذا الاحتمال هو إعادة الترميم تحت النار. إعادة الترميم تحت النار، ومن هنا يمكن فهم الاتساع التدريجي لدائرة إطلاق النار. في البدايات بعد عمليات الاغتيال حزب الله على الأقل خلال 48 ساعة الماضية حافظ على وتيرة عادية إذا شاء التعبير، قصف القواعد القريبة من الحدود، المستوطنات القريبة من الحدود، قصفها بالصواريخ، ومن ثم انتقل إلى مناطق قريبة من حيفا ومناطق حيفا صباح اليوم، وقصف ثقيل كما حدث في كريات ديالك، يعني بمعنى قصف صاروخي ثقيل. هذا يؤشر كلما ارتفعت وتائر إطلاق النار من حزب الله تؤشر إلى أن حزب الله في طريقه إلى التعافي من الضربات، وأنه نجح بنسبة معينة أو بمستوى معين من ترميم سلاسله أو سلسلته القيادية وهرمه القيادي. طيب هذا يعني الترميم هذا الترميم تحت النار هو الخيار الوحيد لحزب الله، لأنه لا يملك طرف الوقت ولا يملك أي وقت آخر يمكن أن يقوم بهذه العملية. فيما يخص حزب الله قال بأنه هذا رد أولي على التفجيرات يومي الثلاثاء والأربعاء الماضية، التفجيرات الإلكترونية لأجهزة لاسلكية، يعني هذا رد لم ينتهي ولا يشمل الرد على اغتيال قوة الرضوان. تماما هو ترك الأمور مفتوحة لتصعيد آخر تحت عنوان الرد، لأن حزب الله لو قال هذا هو رد على كل جرائم إسرائيل لانتهت الأمور، وبالتالي يريد عنوان آخر ليقاتل أو يكسر المواقع الإسرائيلية في العمق الإسرائيلي تحته. لذلك قال هذا رد أولي على جرائم إسرائيل يوم الثلاثاء والأربعاء الماضي، بمعنى أنه ترك الباب مفتوحا أمامه للقول بأن هناك رد ثاني ورد ثالث على هذه الجرائم دون أن يكون ملزما بإعلان مثلا حالة الحرب أو إعلان معركة شاملة أو أي إعلان آخر خارج سقوف الرد. هذا بالضبط ما قلته بداية الحديث، بأن حزب الله يحافظ على مسمى الرد، وإسرائيل أيضا تحافظ على مسمى محاولة إجبار حزب الله على قبول المقترح الأمريكي في الحرب. الطرفين كما قلت يتجنبان مصطلح الحرب أو يتجنبان مصطلح الحرب الشاملة أو معركة شاملة، أو يتجنبان حتى طرح شعارات واسعة وقوية تلزمهما باتخاذ عمليات عسكرية واسعة.
الرد على اغتيال القيادات واضح انه سيكون تصعيد نوعي اخر، لكن هو تحت عنوان هذا الرد، ولكن هو في حقيقه الامر في سياق المعركه المتواصله والمستمره، وفي سياق اعاده ترميم وبناء حزب الله لقدراته القياديه وسلاسله القياديه، وهذا بالضبط ما اسميته اعاده الترميم تحت النار. كل شكر اكيد لك استاذ فؤاد اللحام المحلل السياسي، كنت وايانا في برنامج طلت فجر، مشكور، وهذه القراءه التحليليه السياسيه للوضع الراهن حاليا. كل الشكر لك، ونتمنى دائما السلام يا رب العالمين. متواصلين معكم مستمعينا ومشاهدينا.